بالنسبة لأبرز ما قاله الحسين عموتة بعد خسارة الأردن في النهائي ضد قطر ب3-0، مباراة مثيرة بثلاث ضربات ترجيح مثيرة بكل صراحة، فالحسين عموتة أعطى كذلك تصريحات مثيرة وغامضة بخصوص مستقبله، وأكد أنه ممكن أنه يغادر لأسباب خاصة وممكن يستمر. فمما جاء في تصريحاته لقنوات SS السعودية ما يلي: المنتخب الأردني قدم بطولة مميزة، كان من الصعب الوصول للنهائي، ولكن بفضل المجهود والتركيز منذ البداية والروح القتالية نجحنا في ذلك. التوفيق حالف منتخب الأردن كثيرا في هذه البطولة، خاصة في إنهاء الفرص، كنا نسجل من أول فرصة أو ثاني فرصة على مرمى الخصوم، المستوى كان جيد جدا واللاعبين قدموا أفضل ما لديهم. هذه البطولة ستعطي لهم مكاسبا كبيرة، خاصة على مستوى الثقة والروح في البطولات القادمة إن شاء الله. وأضاف: أتمنى أن تكون هذه البطولة دفعة قوية لما هو قادم، لا أحد كان ينتظر الوصول للنهائي، ولكن بفضل اللاعبين والجهاز الفني ومساندة رئيس الاتحاد والجماهير حققنا ذلك. الأمور ستكون صعبة في المستقبل لأنه من الصعب الحفاظ على هذا النجاح. وهنا أعطى واحد تصريحات غامضة بخصوص مستقبله وقال: سأتحدث عن مستقبلي بعد فترة الراحة، لدي بعض الظروف العائلية في المغرب ولا أعلم هل سوف أستمر أو سأتوقف عن التدريب، القرار النهائي سيكون بعد تفكير عميق ومناقشة مع الاتحاد الأردني، ولكني متواجد مع المنتخب وأطالب اللاعبين بالاستمرار بالتركيز على البطولات القادمة، خاصة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. فممكن لأسباب عائلية كما قال العموتة أنه ممكن أنه ما يستمرش في تدريب منتخب النشامة، علما أن يعني الاتحاد الأردني كرة القدم أكد مرارا وتكرارا أن الهدف الأسمى للتعاقد مع عموتة هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا، فقط محطة من محطات الطموح لهذا الاتحاد هذا. فبين أن الاتحاد الأردني يعني غادي يحاول أنه يتشبت بخدمات عموتة، ولكن إذا كانت الظروف العائلية قاهرة فممكن أنه ما يبقاش من سامرش كمدرب لمنتخب الأردن. عرفت مباريات اليوم تألق اللاعبين المغاربة من جديد. في الفقرة دي هنهضروا فقط على إلياس أخوماش من جانب نادي فياريال، وعبقار من جانب نادي ألافيس في القمة اجمعت بين الفريقين ضمن مباريات الدوري الإسباني. فعبقار اليوم شارك أساسي في دفاع نادي ألافيس وقدم مباراة ممتازة جدا حد من خطورة الخصم، خصوصا واحد الهدف كان محقق في الدقيقة 40 من ضربة خطأ اللي خرجها على الخط، وحتى هدف التعادل ديال نادي فياريال ما كانش يعني بسببه هو، وعموما المباراة انتهت بالتعادل بهدف لهدف. وبالإضافة للتصدي ديال الهدف محقق، فعبقار قدم يعني أرقام أخرى مميزة في هذه المباراة، فمن أصل 9 مواجهات ثنائية ربح 6، معدل جيد، دقة تمريراته وصلت ل 80% كمدافع أوسط، راه النسبة اللي مزيانة، قام باعتراض الكرة مرتين وتشتيت الكرة مرتين، ومن أصل 13 تمريرة طويلة 7 تمريرات كانت ناجحة، بالإضافة أنه أخذت تنقيط جيد، تنقيط ديال 7.7، ثاني أفضل تنقيط في هذه المباراة. فعبقار كيزيد يأكدنا من جديد أنه مدافع قوي ممكن أنه يشكل مستقبل دفاع المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي يعني رومان غالمسايس اقترب من الاعتزال دوليا على الأقل. بالنسبة للاعب المغربي الثاني اللي هو إلياس أخوماش اللي احتوى كان أساسي في هذه القمة بالنادي فياريال وألافيس، فإلياس أخوماش خد أفضل تنقيط في هذه المباراة بأكملها من كلا الجانبين بتنقيط 7.9، لعب 85 دقيقة، كان قريب أنه سجل هدف جميل صراحة ولكن ما توفقش فيه، ولكن يعني دار واحد 4 ديال التمريرات مفتاحية، كذلك 4 مراوغات ناجحة من أصل 4، اختراقات وتوغلات ناجحة المستوى الهجومي، كذلك من أصل 10 مواجهات ثنائية أرضية وهوائية ربح 8، معدل جيد جدا، فكمراوغ جيد في النزالات مزيان،
في المساندة الهجومية مزيان في هذه المباراة، دار كل شيء إلا تسجيل الهدف، وهذا الشيء اللي خلى أنه ياخذ أفضل تنقيط في المباراة. فمباراة أخرى جيدة جدا لإلياس أخو ماش، كتزيد تأكد أن اللاعب سأنس بالأجواء ديال لا ليغا، وخا أنه جاي من القسم الثالث الإسباني من رديف برشلونة، كيزيد يأكد أنه لاعب اللي أصبح جاهز على الأقل غيكون قطعة أساسية في المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس. هذا إلا ما كانش الناخب الوطني كيفكر أنه يقوم بتصعيده للمنتخب الأول. في الثنائي عبقار وإلياس أخوماش قدموا بجوج مباراتين مثاليتين اليوم. عميد منتخب الأردن إحسان حداد اعترف بالمجهود الكبير اللي قدمه المدرب المغربي الحسين عموتة لمنتخب الأردن، عكس ما يشاع عن اللاعبين الأردن يعني كيستخفوا بالمجهود اللي قدمه عموتة. فالعميد اليوم من بعد مباراة نهائية قال كلام طيب عن عموتة، حيث قال ما يلي: نحن فخورون بهذه النتائج والإنجاز القاري بعد بلوغنا النهائي للمرة الأولى في تاريخنا. عموتة سكن قلوب كل الأردنيين بفضل إنجازه مع النشامة، ونشكره على كل ما قدمه لمنتخبنا. أشكر عموتة على نجاحه في زراعة روح التحدي داخل نفوس اللاعبين وقادنا لتحقيق إنجاز تاريخي. كذلك موسى التعماري كان يكد في تصريحات سابقة أنهم غادي يتقاتلوا من أجل هذا الرجل، يعني من أجل عموتة، يعني الشكر ديالو للشعب المغربي. فعكس ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأردنيين كينسبوا يعني نجاح ديال المنتخب الأردني في هذه البطولة للاعبين وما كيقدروش عموتة، فهذا الشيء لا أساس له من الصحة. والتصريحات اللي كتهضر القائد ديال الأردن قال كلام طيب عن عموتة، كذلك النجم ديال الأردن اللي هو موسى التعماري كذلك قال كلام جيد. وفي جميع التصريحات الكل يشيد بحسين عموتة وكيعتبره هو قائد هذا النجاح ديال المنتخب الأردني، اللي لولا يعني الخبرة ديالو في النهائيات بحكم عمرهم ما داروش نهائي في مشوارهم التاريخي في هذه المسابقة، لولا الخبرة ممكن كانوا يعني توجب اللقب بحكم أنه في المباراة كانوا هما الأفضل من الناحية الفنية ومن الناحية التقنية. على الطرف الآخر المنتخب القطري اللي عارف كيفاش يسير الأمور وربح اللقب بثلاث ضربات ترجيحية، اثنتين منهما مشكوكتين بشكل كبير. وكان معلومة نختموا بها هذه الفقرة هذه، فأول نهائي كيخسروا الحسين عموتة طيلة مشواره التدريبي، ربح ألقاب عديدة في أفريقيا في آسيا، ويعني فيما كيطلع للنهائي كيربح اللقب وأول مرة كيوصل للنهائي وما كيتوش باللقب. هادشي كان في هذا الفيديو، تمنى شاركوني بالآراء ديالكم في التعليقات، ما تنساوش خليو لينا واحد لايك اشتراك في القناة. السلام عليكم.